طلاب الصف العاشر الأساسي، واو، هكذا لقي الله عمر. صفحة 80. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، في الدرس الأول من الوحدة السادسة هكذا لقي الله عمر تطرقنا إلى التعريف بالكاتب وأعماله الأدبية والمسرحية وتعريفها، وتطرقنا إلى مواقف مضيئة لعمر بن عبد العزيز، وأنه يعتبر خامس الخلفاء الراشدين بعد أبو بكر، بعد أبي بكر وعثمان وعلي وعمر. وبعد ذلك استمعنا وتابعنا المشهد التمثيلي المسموع بالتوازي مع النص الموجود في الكتاب المدرسي ما بين الصفحات 81 وحتى 87. وطلبت من طلابي الأعزاء أن يحلوا وأن يقوموا بتلخيص ما تم الاستماع إليه. وفي الدرس الثاني من هكذا لقي الله عمر سنقوم بشرح مبسط لمسرحية هكذا لقي الله عمر. الأهداف السلوكية التي نتوخى تحقيقها: أولا، أن يقرأ الطلاب النص قراءة جهرية معبرة. ثانيا، أن يقدم الطالب تعريفا عن كاتب النص. ثالثا، أن يعرف الطالب المسرحية تعريفا سليما. رابعا، أن يستنتج الطالب الفكرة العامة للنص. خامسا، أن يحلل الطالب العناصر الرئيسية للنص. سادسا، أن يفسر الطالب بعض القضايا النحوية والبلاغية. التعريف بكاتب المسرحية: كاتب المسرحية علي بن أحمد بن محمد بكثير الكندي، يمني الأم والأب. أشهر أعماله الروائية: واحد، وإسلاما، اثنين، الثار الأحمر. تعريف المسرحية: فن أدبي قائم على الحوار بين الشخصيات، لكنها تختلف عن باقي الأنواع الأدبية في أنها تمثل على خشبة المسرح. والمسرحية نوعان: نثرية، وهي الأكثر شيوعا كالمسرحية المدينة، والشعرية، وهي أقل من النثرية. ملخص المسرحية: كان الخليفة الأموي الثامن عمر بن عبد العزيز يحتضر على فراش الموت بسبب قيام أحدهم بدس السم له في الحساء. الحساء هنا بمعنى المرقة. وكان يحيط به كل من زوجته فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان وأخيها مسلم. وكانت فاطمة تشك بغصين. لماذا؟ لأنه من يقدم الحساء للخليفة فقط هي، أي فاطمة، والخادم غصين. لكن الخليفة طلب من زوجته الابتعاد عن هذه الشكوك حتى لا يسمعها غصين فينحرج من هذا الكلام. بعد فترة قليلة بعث الخليفة وراء الخادم غصين وطلب من زوجته فاطمة وأخيها مسلمة الخروج وتركه مع غصين بمفردهما. دار بين الخليفة والخادم غصين حديث وجداني. اعترف غصين خلاله بأنه هو من دس السم في حساء الخليفة مقابل مبلغ 1000 دينار، وما كان من الخليفة إلا أن سامحه حتى بدون معرفة من الذي طلب من غصين ذلك. ثم طلب الخليفة من غصين
أن يحضر الألف دينار مقابل إعادتها إلى بيت مال المسلمين. أما زوجته فاطمة فتختار أن تتبرع بمجوهراتها لليتامى والأيامى. ومعنى كلمة الأيامى هنا النساء التي لا أزواج لهم. وفي نهاية المسرحية نرى الخليفة يدعو لغصين بالبركة ويعتقه، ويطلب من فاطمة أمرين: أولا أن تودع صرة الخادم في بيت مال المسلمين، الصرة التي أحضرها غصين وبها مبلغ 1000 دينار. ثانيا أن تسامح الخليفة من كل ذنب اقترفه بحقها. والفكرة العامة تعرض لمسرحية للجانب الأخلاقي العظيم لدى الخليفة عمر بن عبد العزيز لمسامحته خادمه غصين بالرغم من فعلته الشنيعة. عناصر المسرحية كعناصر القصة وجميع الأنواع الأدبية: الشخصيات، الخليفة عمر بن عبد العزيز، زوجة الخليفة فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان، مسيلمة أخو فاطمة ابن عبد الملك بن مروان، وغصين الخادم. المكان: قصر الخليفة عمر بن عبد العزيز. الزمان: في عهد خلافة عمر بن عبد العزيز، العصر الأموي. الحوار الخارجي بين الشخصيات المسرحية، ولا يوجد هناك حوار داخلي. العقدة: اعترف الخادم غصين بدس السم وسماع فاطمة زوجة الخليفة وما استمد ذلك. الحل: مسامحة غصين، وأمره وضع المال في بيت مال المسلمين، وعتق الخليفة غصين. المفردات الجديدة: هناك مفردات جديدة وكثيرة في هذا الدرس، نذكر بعضا منها. حاشاك تنزهتي، هجوم سكوت وصمت من غضب أو خوف. هنيها لحظة من الزمن، دسست أخفيت، ينشج يغص بالبكاء من غير انتحاب. حنانيك عطفك، رحمتك تبا هلاكا. أفدي أعلم أخبر. الأيام مفردها أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها. تهفو تشتاق. محتضر أتاه الموت. اجترم ارتكب. الزند جمعها أزناد. موصل طرف الذراع بالكتف. خلي اترك. يتهاوى يسقط. وي اسم فعل بمعنى أتعجب. يشخص ببصره، يتجه يحدق ببصره. متجلدا متصبرا. يتحشرج يتردد صوت النفس عند الاحتضار. والآن هناك الكثير من الأساليب الموجودة في هذه المسرحية. أسلوب القسم على سبيل المثال للحصر: لا يحزنني عن باطل الدنيا أن من أهلي وولدي من يرجو أن يشفع لي يوم القيامة بصلاحه وتقواه. الاستفهام: ألا تذكر من الذي أسقاك السم؟
الدعاء اللهم اغفر لعبدك وصيب. الشرط ما كنت لأكلمك لولا محبتي لك. ولولا هنا من أدوات الشرط غير الجازم. الإعراب أيضا على سبيل المثال للحصر، لعل أحدا دفعه إلى ذلك. أحدا اسم لعل بين قوسين من أخوات إن، وأخوات إن التي تنصب الأول وترفع الثاني. إذا أحدا اسم لعل من أخوات إن، اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى ذلك، إلى حرف جر، ذلك اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. والآن قمت بوضع مجموعة من الأسئلة حول ما تم الحديث عنه في هذا الدرس. فالآن أريد أن نطرح مجموعة من الأسئلة ونجيبها قبل الانتقال إلى التمارين المعدة في الكتاب المدرسي والتي سنتركها للحصة القادمة في الصفحات 88 89 90. الأسئلة التي وضعتها وتحدثت عنها في هذا الدرس: ما هي عناصر المسرحية؟ كما قلنا، عناصر المسرحية الشخصيات، وهم عمر بن عبد العزيز، فاطمة زوجته، أخوها مسلمة، حسين الخادم. المكان: مكان قصر عمر بن عبد العزيز. الزمان: في عهد الخلافة، العصر الأموي. الحوار: جميعه حوار خارجي بين الشخصيات المسرحية. العقدة: عندما اعترف الخادم حسين بدس السم وسماع فاطمة وزوجته ومسلم ذلك. الحل: مسامحة حسين وأمره وضع المال في بيت مال المسلمين وعتق الخليفة لحسين. نتحدث أيضا عن سؤال آخر: تعريف المسرحية. تعريف المسرحية هي فن أدبي قائم على الحوار بين الشخصيات، لكنها تختلف عن باقي الأنواع الأدبية في أنها تمثل على خشبة المسرح. وأنواع المسرحية نثرية وشعرية. ولو أردنا أن نتحدث عن الفكرة العامة للمسرحية، تعرض المسرحية فكرة هامة وهو الجانب الأخلاقي للخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز لمسامحته حسين بالرغم من فعلته الشنيعة. وأكتفي بهذا القدر اليوم، وأرجو منكم أن تقوموا في الدرس القادم بالاستعداد على حل تمارين الكتاب. فنحن في الدرس الأول قمنا بالتحدث عن التعريف بالكاتب والأعمال الأدبية، وأعدنا في هذه الحصة أيضا، وقمنا بتلخيص القصة من خلال ملخص المسرحية بشكل مسهب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.